عاوزة حفلة مع حمائي صح؟ أكيد طبعا. خلاص هو ده. بس أنا بقى في حاجة عاوز أقولها لكم تاني. إيه بقى؟ أنا اليوم دوت هنعمل إكسبشن وكلكم تيجوا. شباب مش تحمسوا، لازمنا نتحمسوا برشا على خاطر مش هتبقوا بدري. لو لقيتوني طلعت على المسرح محدش يجيبني. سيبوني فوق. يا روح يلا نشغلها. النهارده جايه انا وبدر نفتتح حفله حوائي ومبسوطه جدا 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 ان انا هعمل ده لاول مره في البوليفار. مبسوط جدا انه الحظ ابتسم لي وبس ما اختارتني انا اكون معاها في الحفله حقت حمائي، بدل ما اكون جالس مع اصحابي قاعد اصفق المره دي انا الناس هتصفق لي. اخترت بدر عشان نكون فريق البي، هيشجعني ان هو عنده حفله قبل كده. بسمه صوتها جدا رهيب وانا احبها مره، ومن الاشياء اللي كمان مفرحتني انه اول مره بسمه هتغني على المسرح هتكون معايا انا، فهتكون ذكرى جميله بيني وبينها. اكتر حاجه كانت مخلياني ومتحمسه اني اجي البوليفار هي اللحظه دي، ان اقف على ستيج حفله في موسم الرياض، ومتحمسه جدا ان اقابل جمهور السعوديه، ان انا اول مره في البوليفار واول مره في السعوديه عامه، خصوصا ان كمان انا بحب الفنان الكبير حمائي وهو ابن بلدي، ودي حاجه هتخليني مطمنه اكتر ان الجمهور اللي جاي له بيسمع مصري. فمبسوطه جدا النهارده هغني اغنيه ايا دنيا البوسي، بحبها جدا وتبين قدرات في صوتي، فقررت ان اختارها واغنيها. حياكم الله، رحله المواهب مستمره في اضخم برنامج فني في العالم العربي بوليفارد المواهب. اليوم الفرصه قدام صوتين من اجمل الاصوات، خلونا نرحب ببدر حكيم من السعوديه وبسمه عمار من مصر، اتمنى تستمتعوا باداء. يلا بينا يلا. شكرا مبسوطه قوي اني كنت معاك وبشكركم جدا جدا. شكرا. بدر قبل كان ما حد يعرفه ولا بيسمع عن احساسه، بس دحين الناس بتسمع احساس بدر ورهبه المسرح عند بدر اختفت. نفسي صوتي يكون مسموع والناس كلها تعرفني واكون من افضل المغنيين السعوديين في العالم العربي. الشعور المشترك في كل مره بطلع فيها اغني على المسرح هو تقريبا القشعريره، لانه كل مره اشوف الناس بتغني معايا بتتفاعل معايا احس في شيء كده يخليني في عالم اخر حرفيا. نضحك كسرنا الدنيا. انا بجد مبسوطه قوي قوي قوي، تفاعل الناس كان رهيب. رهيبين. الناس كانت عسل رهيبين، قاعدين يقولوا لي فلاشات يمين يسار وانا وقعدوا يسقفوني كتير، بجد ناس عسل وانا مبسوطه قوي 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 بالتجربه دي. الله يسعدك. مستنيه اجربها تاني وتالت و10 و65 و70 و80. هذه المره الثانيه بس ان شاء الله ما حنوقف حتى لو وصلنا للمره ال20000.